هذه السورة العظيمة، فهي السورة رقم 74 نزولا في مكة بعد سورة الأنبياء، ثم جاءت بعدها سورة السجدة رقم 75. وإعجاز الترابط والتناسق وإعجاز التكرار في القرآن وإعجاز آيات الله الكونية والعلمية في المخلوقات والكائنات والأكوان، وإعجاز الأحكام التشريعية القرآن، وإعجاز مقاصد القرآن الكلية التي تتضمنها سور القرآن الكريم، كل ذلك نراه في هذه السورة كما رأينا في الحلقات السابقة. من إعجاز التناسق والترابط السورة اللي هي سورة المؤمنون نزلت رقم كام في مكة، إعجاز الترتيب يعطي لنا معنى، تنزل قبلها سورة الأنبياء تيجي بعدها في النزول سورة المؤمنون، وكأن سائلا يسأل. الأنبياء جاءوا وحوربوا واستهزئ بهم، فمن الذي تبعهم ومن الذي قبل رسالتهم ومن الذي فاز معهم ومن هم أصحاب الحقين الذين نالوا شرف ورتبة الارتباط بهؤلاء الأنبياء؟ تأتي سورة المؤمنون لتقول بأن المؤمنين وحدهم هم أهل الشرفيين، وأن ترتفع إلى هذه الرتبة من مجرد ارتباط السورتين بالترتيب ورا بعض في النزول في مكة، يبقى المؤمنون هم أولى الناس بالشرف في أن يكونوا مع الأنبياء وأولى الناس شرفا بأن يكونوا معهم يوم القيامة، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما كانوا رفقاء الدنيا هم رفقاء الآخرة بفضل الله، قد أفلح المؤمنون. وهذه الإعجاز في التناسق والترابط بين آيات القرآن وسور القرآن بعضها البعض، وإحنا بنتكلم على الترتيب بحسب النزول في مكة، فما لك بالترتيب بعد ذلك أيضا. ذلك أيضا في ذات السورة إعجاز التكرار، تكرارا في هذه السورة ولكنه تكرار يضيف معنى جديدا، وهذا إعجاز ليس تكرارا وليس تكرارا بلا فائدة، ولكنه تكرار ذو معنى جديد يضيف معنى جديد ليوسع آفاق المؤمن في العمل الصالح وليركز في الاجتهاد. فلقد جاءت سورة المؤمنون في مقاصدها بكل صور الإعجاز التي ذكرتها الخمسة، مع مقاصدها المقصد الأول عشنا من قبل، جاءت رقم واحد تحقق لنا حقيقة الإيمان ليس كلاما، وارتباط العقيدة بالشريعة، فلا انفصال بين الشريعة وبين العقيدة، بل لا بد من تنفيذ أوامر الله والحكم بشرع الله عز وجل.